السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أنا هراجع معاك السيمبلكس، إحنا خدناها قبل الميد تيرم على طول، وأنا ما جبتش إلا أجزاء بسيطة أوي منها في الميد تيرم، يعني مجرد بس تو درمين بيدخل مين يخرج بس. لكن النهاردة أنا عايز أظبط معاكم الحركة بتاعت عمليات الجمع والطرح الموجودة داخل التيبلز بتاعت السيمبلكس. بعدين مهم جدا إزاي إنك تو ترانسليت الاخر اللاست ايتريشن، انك تطلع ريزلتس من اللاست ايتريشن. يعني انا دايما برضو من الاسئله اللي انا بحب اجيبها بحيث ان انت اكسسبل للناس كلها، ان انا ممكن ادي لك اللاست ايتريشن. يعني في اسئله طبعا هنا خاصه ازاي بتكونستراكت ده او ازاي بتعمله او جزء بتستكمله مثلا في تيبل. بعدين في سؤال ستاندرد انا دايما بحبه لانه مهم جدا، بدي لك اللاست ايتريشن تيبل اخر محاوله واقول لك ترجم الريزلتس اللي موجوده هنا، او بسالك على بعض الداتا اللي موجوده في اللاست ايتريشن تيبل. انا هاكد على ده النهارده، يجي مالتيبل تشويس بسيط، وبالتالي اللي فاهم هيقدر يطلع ايه الارقام بسهوله جدا من التيبل الاخير. في نفس الوقت ما دخلتش معاك في انك تحسب الارقام وممكن تخطئ او شيء من هذا القبيل، فالمعلومه دي غايه يعني هاكد عليها النهارده. اهم شيء ان المساله اللي انا هحلها دلوقتي لازم تحاول تحلها في البيت بايدك اكتر من مره اكتر من مره لغايه لما تتقن جدا عمليه سيرك مع رقم وبكتب، لان الكلمه كذا حركه في نفس الوقت. حاول تفهمها مني ان شاء الله باذن الله. مش الاسبوع اللي جاي انا هاكد على ده، بعدين هدي السبيشال كيسز بتاعته، هدي الحالات الخاصه بتاعت ده. فاكر الحالات الخاصه اللي عندنا اللي هم الجنرال او انباوندد او alternative solution او no solution، هو هيك انت يحصل no solution ازاي اقدر اطلعه من السيمبلكس، هي طريقه محكمه جدا يعني. تعال انزل معايا. طبعا احنا يمكن خدنا المساله دي قبل المنتور، طبعا ده الشكل بتاع السيمبلكس، لان هو يعني الفكره البسيطه بتاعته ان انت كان في الطرق الميثودز اللي انت شفتها قبل كده كانت كلها بيبقى فيها كام فاريبل؟ just only two variables x1 x2. لكن مجرد ما ابدا اخش في x3 اتحولت من البلان اللي هو x1 x2 ان بدا يظهر عندك x1 x2 x3 اصبحت 3D. فلذلك الشكل بتاع السيمبلكس بيوضح ان انت موجود فين؟ في اكتر من 2 دايمنشن. ده الفكره بتاعته، ومن هنا جه الاسم اصلا. طيب المره اللي فاتت انا اتكلمت معاك على الجزء بتاع الستاندرد، يعني ايه ستاندرد سيمبلكس او المسائل اللي بتتحل بالستاندرد سيمبلكس. المسائل المين اللي الموديل معمول عليها في الاساس فيها اكتر من كونديشن. رقم واحد لازم البروبلم دي تبقى ماكسمايزيشن بروبلم. طب لو هي مينيمايزيشن تبقى سبيشال كيس من المين موديل، تبقى حاله خاصه من المين موديل. اضطر اعمل خطوات علشان تبقى مينيمايز. لكن الستاندرد انها ايه؟ ماكسمايز. دي واحده. النقطه الثانيه، طالما انا بعمل ماكسمايزنج يبقى غالبيه الكونسترينز اللي عندك هتبقى لسه ايكوال. اكشوال اتس ا كونديشن، لازم الكونسترينز اللي تحل من الستاندرد تكون كلها لسه ايكوال، مفيش فيها جريتر ذان، كلها لسه ايكوال. ليه الشرط ده؟ انا بتكلم وبجاوب على اساس ان انت عندك صدم من المره اللي فاتت. ليه الشرط ده؟ ان كلهم لازم يكونوا لسه ايكوال عشان تبقى نقطه الاوريجن احد النقاط بتاعت الحل. تعرف يعني ايه نقطة الأوريجن؟ اللي هي 0 0 x1 0 x2 0. لازم البوينت الأساسية دي تبقى أحد الكورنرز، لأن أكشوال دي النقطة اللي أنا هبدأ بيها. يبقى إذا أنا عندي كام كونديشن في الستاندرد؟ قولوا معايا عشان تحط فوق شوية. كام حاجة؟ حاجتين. الأوبتمايزيشن تبقى ماكسيم. النقطة الثانية الكونسترينز كلهم إيه؟ للزمن. إشمعنى للزمن إيكوال؟ علشان يبقى نقطة الأوريجن نقطة صفر وصفر. احد النقط الفيزبل داخل منطقه الحل عشان ابدا بيه. معايا يا شباب؟ الستاندرد كمان بيبدا الحلول بتاعته ان المساله بتاعتك فيزبل، يعني الاريا الاساسيه. عشان كده كل دي كونديشنز مرتبطه بانها دي زنبيك. المين اريا الاساسيه فيزبل، يعني الحل بتاعك بادئ انه فيزبل، حل براكتيكال، انت جوه منطقه الحل. معايا؟ عارف لو انا عندي جريتر ذان اور ايكوال غالبا نقطه الاوريجن مش هتبقى داخل فيزت، مش هتبقى داخل اريا، هتبقى براها. حضرتك فاهمين هو ايه؟ مش واضح، انتوا مش بيديني انديكيشن انتوا مطلعين.
فاكر لما انا كان بيبقى عندي اكس 1 واكس 2، الحته دي كويسه يهمني انك تبقى عارفها، اكس 1 واكس 2 لو الكونسترينز كلهم لسه ايكوال اكيد هيبقى ادا كونسترين، ادا الكونسترين الثالث، ادا الكونسترين الرابع، كلهم لسه ايكوال، يعني بيحسبوا المساحه دي الفيزبل اريا اوف سوليوشن. فيبقى بالتاكيد النقطه دي اللي هي A اللي هي اكس 1 واكس 2 هما الاثنين 0 و0 داخل الفيزبل اريا اوف سوليوشن. لكن لو انا عندي greater than or equal هيبقى عندي مشكله ثانيه. لو انا ادي اهو x1 و x2 ده غالبا بيبقى واحد فيهم بالشكل ده كده. فبيمنع ان نقطه 0 0 تبقى داخل الفيزبل اريا اوف سوليوشن، ما هيش جواها. فانت بدايه الشغل بتاعك بتبقى المساله بتاعتك ان فيزبل. ده عشان كده كان هنا في كام شرط؟ شرطين. المساله الاول تبقى ايه؟ ماكسمايزنج. طالما ماكسمايزنج يبقى انت مش هتنزل لتحت، هتطلع لفوق. النقطه الكونديشن الثاني ان انت عندك الكونسترينز يبقوا لسه نوت ايكوال عشان اضمن ان النقطه بتاعت الاوريجن اللي هي نقطه البدايه تبقى داخل الفيزبل اريا اوف سوليوشن. لو الكونديشنز دي مش موجوده يبقى اذا نقطه لو انت بتعمل مينيمايز وعندك كونسترينز جريتر ذان اور ايكوال، نقطه الاوريجن اللي انا لازم ابدا بيها هي اصلا ان فيزبل، اصلا مش موجوده داخل منطقه الحركه. دي النقط الجوهريه اللي بيشترط فيها السمبلتس او الستاندرد ان الكونسترينز بتوعك كلهم يبقوا للزمن ايكوال، وانك انت بتعمل مساله ماكسمايز. طيب انا هبدا ازاي؟ العمليه سهله جدا ان انا ببدا الاول بالكونسترينز. كل كونسترين اضيف عليه سلاك فاريبل. يعني ايه سلاك فاريبل؟ يعني فاريبل بيوضح الافيلابيلتي اللي هو اكس 0 اكس 4 اكس 5 او اس 1 اس 2 اس 3. يبقى خلينا نبدا على مساله علشان برضه الامور تبقى اوضح بكتير. انا هعيد تاني نفس المساله، مش عايز اعمل فيها تشينج، انا عايز اعيدها تاني عشان يبقى نفس الارقام لو انت فاكرها، لو انت فاكرها بعد الاسبوع اللي فات اعتقد انه لا. بس هنمشي فيها ستيب باي ستيب. اول حاجه هتاكد هي مساله ماكسمايزنج اللي انا بشتغل ستاندرد، وكل الكولسترينز اللي موجوده كلهم لسه ماليش دعوه بالنون نيجاتيفيتي كولسترينز. مش داخلين معاها. يبقى انا بتكلم على المين كونسترينز انهم كلهم لسه. اول خطوه بعملها، الخطوه دي غايه في الاهميه. هبدا احط الكونسترينز وازود السلاكس. ابدا احط الكونسترينز وازود السلاكس بتاعتي اهو. ومهم جدا المعنى، فيرست كونسترين حد مليني كده 3x1 مش كده باين؟ 3x1 ها؟ بلس 2x2 والكلام ده المفترض انه بيساوي كام؟ 24. هو ايه الايكواليتي؟ فعلشان اخليه ايكويشن لازم اقاد افاريبل، لازم احط فاريبل يخلي الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. فالفاريبل اتس ريلي اب تو يو، يعني انت سميه زي ما انت عايز. انا ممكن اكمل اكس 3 واكس 4 واكس 5 زي ما انا حالم في الشغل بتاعي. يعني. لكن برضه سهله قوي وظريفه قوي ان انا اقول هنا مثلا دوت اس 1 سلاك 1. سلاك 1 ده يعني السلاك بتاع الفيرست ايه؟ كولسترين. تاني الكولسترين اللي بعديه. الكولسترين اللي بعديه بيقول ايه؟ ها؟ اكس 1 شباب زائد بلس 2 اكس 2 كان كده صح؟ بلس 2 اكس 2 والكلام ده بيساوي 20. اروح هنا اروح مزود بلس ها؟ اس 2 مش فاهم معنى اس 3 اكس 4 اكس 1 اس 2 مش فاهم. الكولسترين اللي بعديه طبعا لازم تخلي بالك الافضل يكونوا مترتبين. اللي بعدين اكس 1 ليه ده ايكوال تو 6 يبقى ده اكس 1 وهاجي هنا اقول بلس اس 3 وبيساوي كام يا شباب؟ بيساوي 6. ادي الكولسترينز. يبقى اول حركه بعملها بكتب الكولسترينز واجي على كل كولسترين من الكولسترينز ازود الستات بتاعي. يا اما اكس 3 اكس 4 اكس 5 بعد ما اخلصهم يا اما اسميهم اس 1 اس 2 اس 3. غالبا لما انت بتعمل بروجرامنج ده بيبقى اسهل عليك ان انت تقول اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 على اساس ان هو اكس اي اكس اوف اي، فيبقى انت اللي تزودهم على طول ورا بعض في الاري او في المصفوفه المين اللي بتعمل بيها عمليه الادخال للداتا بتاعتك. لكن احنا بالنسبه لنا لان انا بحلها مانيوال التسميه واضحه قدامي. اللي يهمني انك لو انت شفت اس 1 ده في اي مكان ده معناه الفيرست كونسترين.
S2 ده ريلاتيف للسكند. ثيرد يبقى ده ريلاتيف للثيرد. يبقى انا عرفت S1 S2 S3. الحركه اللي بعديها بروح اجيب الاوبجكتيف فانكشن. الاوبجكتيف فانكشن اللي هي موجود فيها المين فاريبلز كانت 6 x1 و 8 x2 اهي. 6 x1 بلس 8 x2 بلس بص s1 بلس s2 بلس s3. بس دول اكشوال ما لهمش كونتريبيوشن في الاوبجكتيف فانكشن. فالكوفيشنس بتاعتهم كلها بتبقى من ايه؟ بزيروس. ما لهمش ما بيعملوش حاجه في الزن. انت مش هتبيعهم. يبقى اذا ادا الاوبجكتيف فانكشن. انا ممكن انظر للسلاك فاريبل انه الستور الخاص بكل كوليسترين، المخزن بتاع كل كوليسترين. يعني اقدر اتخيل ان اس 1 الستور بتاع الفيرست ماتيريال انت يو ار ستورينج 24 تونز مثلا، عندك 24 كيلو انت مخزنه. الستور بتاع السكند كوليسترين ات ذا تايم بينج موجود فيه كام تن؟ 20 تن. والثالث موجود فيه كام تن او كام كيلو؟ 6 تن. وتبقى بقى اليونت اللي انت بتشتغل في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي اكني بعمل بريباريشن. فاكر المره اللي فاتت ضربت لك مثال؟ لو انا عايز اعمل اي حاجه، اي حاجه منظمه، لا عايز اعمل كيك، عايز اعمل سيلتر تايب، اي نوع من انواع الاكل اللي انت تعمله. لو انا عايز اعمل كده قبل ما بشتغل مش هقعد بقى ادوخ هحط ده على ده، برتب حاجتي الاول. انا احتاج مثلا 2 cups of flour 1 cup of sugar مثلا a pinch of salt a pinch مش عارف ايه، كل ده انا مرتبه قدامي. اهو ده اللي بيحصل دلوقتي في اس 1 واس 2 واس 3 واس 3. انا مرتبه مجهز الشغل، بجهز الشغل بتاعي. بعدين بقى هبدا اشتغل. اول حركه هعملها هبدا اعمل تيبل، تيبل غايه في الاهميه، مهم جدا، وطريقه الشغل فيه لانها سيستماتيك، خطوات سيستماتيك. فهبدا اول حاجه علشان ابدا اعمل التيبل بتاعي اهو، خليني اجيبه هنا في النص كده اهو. ده الفيرست كاب. اروح بالشكل ده كده، وهنا انا بقسم الخانه دي او السيل دي بالشكل ده. بعدين بكتب هنا البيزك، خلي بالك كويس قوي، بيزك فاريبلز دي المتغيرات الاساسيه الخاصه بكل ايتريشن، فده بيزك فاريبلز. بعدين هاجي هنا هكتب المين فاريبلز اللي هم الديسيجن فاريبلز، الفاريبلز الاساسيه اللي هي اوريدي موجوده في المساله بتاعتي، اللي هم مثلا اكس 1 واكس 2 اهو. بعدين بعديها على طول ببدا اكتب السلاكس، ده اس 1 كولم بتاع اس 1 وده الكولم بتاع اس 2 وده اس 3. بعدين بعد ما عملت السلاكس لازم يبقى عندي كولم للفاليوز. هبدا بقى هنا اقول الفاليوز، بعدين الريشيوز، بعدين انا بحب احط هنا الماكس. طبعا الحركه اللي بعديها ده اكس 1 ده اكس 2، هنا موجود اس 1 اس 2 اس 3. لاحظ انا لو عندي كوليسترين رابع يبقى اس 4، كوليسترين خامس يبقى اس 5 اند سو اون. يبقى اذا ما عنديش اي مشكله. الدايمنشنز مش عامل معايا مشاكل. اي دايمنشنز موجوده مش هتعمل معايا مشاكل. اولا لو عندي اكتر من فاريبل اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس 5، كل اللي هيحصل ان انا هيبقى في الجزء بتاع المين فاريبلز عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 كولمز بتزيد بس. لكن ما عنديش حاجه استحاله ان انا ارسم او استحالت ان انا اجيب السلوب وانا عندي اكتر من فاريبل. يبقى اذا التيبل ستاندرد حاجه، دي اقوى حاجه في السيركس. الحركه اللي بعديها على طول هبدا ادخل الفيرست ايتريشن، ادخل بالزد
اجي هنا ادخل الزد فاليو. دايما كل ايتريشن ببداها ببدا بالاوبجكتيف فانكشن كوفيشنتس، لذلك لازم يبقوا مرصوصين كويس، يعني اكس 1 بعدين اكس 2 الارقام بتاعته واضحه جدا قدام. يبقى اذا هنا هكتب الزد رو، هنا 6 8 بعدين اس 1 الكوفيشنت بتاعه ب 0، اس 2 الكوفيشنت بتاعه ب 0، اس 3 الكوفيشنت بتاعه ب 0، الفاليو بتاع الاوبجكتيف فانكشن بتساوي 0. هنا مفيش ريشيو، ريشيو ما لهاش معنى هنا في الاوبجكتيف فانكشن. هاجي بس هنا انا بحب اكتب هنا فيرست ايتريشن، يعني دي المحاوله الايه؟ الانيشيال البدايه. بعدين على طول موجود عندي الريماركس بتاعتي. الحركه اللي بعديها هبدا ادخل الكونسترينز، مهمه جدا دي. ادى كده فيرست كونسترين، سكند كونسترين، بعدين الثيرد كونسترين، انهي الايتريشن بتاعتي. يعني اذا معناها ان انا لو عندي اكتر من كده من الكونسترينز بدخلهم الاول بعدين اقفل الايتريشن. كده الايتريشن التيبل بتاع الايتريشن لو ايه؟ جاهز. هبدا بقى احط الفاليوز 3 بعدين 1 1 ده 3 ده 1 ده 1. طبعا هنا البيزك هنا اس 1 بعدين اس 2 بعدين اس 3 بعدين اخش على اللي بعده 2 2 then 0 اهو 2 2 بعدين 0. اللي بعده اس 1 بس مفيش اس 1 في اللي تحتيه 1 قدام 0 اهو ده 1 بعدين 0 0 هنا 0 1 0 لان موجود اس 2 بس. لو رحت على الثيرد كونسترين هيبقى عندك هنا بالنسبه لاس 3 0 0 1 انا ببلغهم بالعمود 0 0 1. طبعا صار ذكرت مريت راسي افقي 1. الفاليوز موجوده عندك 24 20 and 6. بطرح ما انا واقف كده، في اي مشكله معايا حد؟ الكل رجاء رجاء حاول تركز عليها لانك لو حاجه فلتت منك هتلخبطك بعد كده. يبقى انا اول حركه دخلت الزد، بعدين دخلت الكونسترينز، الفاليوز موجوده مظبوط، التيبل جاهز، لسه هبدا اتحرك قبل ما انقل على اي حاجه، واضح الكلام؟ خلي بالك هو انا هنا عندي كام فاريبل؟ مني خمسه اكس 1 اكس 2 بعدين اس 1 اس 2 اس 3 صح كده؟ اللي موجود في البيزك فاريبلز دول الفاريبلز اللي موجودين في الايتريشن دي الخاصين بالايتريشن. انا لسه ما عملتش حاجه في اكس 1 واكس 2، يعني اكس 1 بيساوي 0 اكس 2 بيساوي 0، انت لسه ما شغلتش المصنع او المشغل او وات ايفر البروجكت بتاعك، هو لسه ما شغلش. فده معناه ان انا وانا واقف هنا برضو علشان اكد على الحركه دي، هو انت عندك هنا انا قلت 5 فاريبلز، انت عندك هنا اكس 1 خلي في البيزك فاريبلز اكس 1؟ لا، يبقى ده معناه انه اكس 1 مش بيشتغل دلوقتي. يبقى اذا القيمه بتاعت اكس 1 هتساوي 0. هل عندك اكس 2 السكند فاريبل او الديسيجن فاريبل بيساوي 0؟ معنى ان اكس 1 بيساوي 0 اكس 2 بيساوي 0، لو انا جيت اشيل ده وحطيت 0 وشيلت ده وحطيت 0 الفاليو دي على طول اوتوماتيك هيبقى الزد بتاعك بيساوي كام؟ بيساوي 0. في الوقت الراهن يا محمود انا موجود عند الاوريجن. فاكر اول ما جيتك ابدا الكلام بتاعي قلت لك انا لازم الكولسترينز يكونوا للزمر ايكوال ولازم مثلا ماكسمايز. علشان ليه كل اللازم ده؟ علشان يبقى نقطه الاوريجن اللي هي البدايه دلوقتي فيزبل. النقطه دي قابله للحل، انت فيزبل دلوقتي. ان اكس 1 بيساوي 0 اكس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 0. دي ضمن نقطه ضمن منطقه الحل، يبقى دي النقطه. لاحظ كمان ان اس 1 ده بيزك فاريبل القيمه بتاعته بتساوي كام؟ 24. واس 2 بيزك فاريبل القيمه بتاعته بتساوي كام؟ 20. اللي بعده اس 3 القيمه بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي 6. وده بيترجم ازاي؟ ان انا حاليا ما اندكتش شيء. فمن الماتيريال رقم واحد عندي في المخزن كام طن؟ 24 طن. في المخزن بتاع الماتيريال رقم 2 عندي كام تون؟ 20 تونز. في الستور بتاع الثيرد كونسترين وي هاف 6 تونز. الماتيريالز زي ما هي، انت ما لبستش ما استهلكتش حاجه منهم. كمان ملحوظه مهمه جدا 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 في البيزك فاريبلز.
لما اخش في الرو بتاع البيزك فاريبل والكولم بتاع البيزك فاريبل لازم الاقي الانترسكشن بكام؟ 1. النقطه دي مهمه جدا. بص كده اس 1 اس 1 تلاقي هنا واحد، بقيه الكولم بتاعك بيساوي كام؟ 0. لو انا دخلت عند اس 2 خلي بالك يا زياد، اس 2 مع اس 2 فيرتيكال هتلاقي الرقم بكام؟ 1. بقيه الكولم كله زيروز. اند سيم واي لايك عند مين؟ عند اس 3. اي بيزك فاريبل لو جبت الرو مع الكولم لازم في الوقت الراهن انا كده جهزت كل الماتيريالز، عايز ابدا بقى ايه؟ ادور المكن بتاعي، ابدا اشتغل. عشان ابدا اشتغل السيمبلكس بتعمل حاجه جميله جدا. اول حركه بتعمل السيرش بتاعك، انت بتعمل ماكسمايزنج، يبقى انا واقف عند نقطه الاوريجن كده وممكن انتج اكس 1 وممكن انتج اكس 2، يعني هبدا بالرو ده يا بالرو ده. هي بقى بتدفعك في الطريق اللي بيحقق الماكسيمم او الاوبتيماليتي ان انت تبقى ماكسمايزد. عشان كده الشرط بتاع الاوبتيماليتي ان انا ابص في الاوبجيكتيف فانكشن في التيبل بتاع في الرو بتاع الزد فانكشن وادور على ماكسيمم بوزيتيف فاليو. ليه ماكسيمم بوزيتيف فاليو؟ لان دي اللي هتدي لك اكبر بوش، اكبر قيمه في الاول. يبقى لما اجي اعمل كده ده معناه وانا بدور هنا في الاوبجيكتيف فانكشن ان مين الانترنج فاريبل؟ انترنج فاريبل يعني معناه مين البرودكت اللي انت هتبدا تنتجه. يبقى انا هبدا بمين؟ باكس 2. اشمعنى؟ لان الكوفيشنت بتاعه اكبر في الصفر، هو القيمه بتاعته في الصفر. اول ما احدد الانترنج فاريبل اقدر بقى دلوقتي احدد الليفنج فاريبل. يبقى انا لازم احدد انترنج وبعدين احدد مين؟ ليفنج. يبقى انا دلوقتي جبت الانترنج فاريبل. انا قلت لك لان التيبل بيبقى يعني الارقام كتير ورا بعضها فالاحسن ان انت تروح معلم على الكولم اللي انت فيه. ده العمود بتاع الفاريبل اللي هتدخل. مجرد ما انا عملت كده هبدا على طول الحركه اللي بعديها احدد مين اللي بيتغير، مين المتغير اللي هيخرج عن المحل. طب اجيب اللي هيخرج ده ازاي؟ سمبلي بقسم الفاليوز على الانترنج. طيب هقسمهم ازاي؟ رقم برقم، انا بتعمل رقم برقم. يبقى انا همسك 24 and divided by 2، يبقى انا هاجي هنا 24 by 2. انا كاتب ده بس ليك عشان ما تنساش. يبقى الرقم ده هيطلع 12. بعدين 20 divided by 2، شايف ايديا؟ 20 divided by 2، يقوم يدي لك كام؟ 10. بعدين 6 divided by 0، 6 divided by 0 يعني undefined، ده مستبعد. لو حصلت ارقام بالنيجاتيف نجلكتد. يعني لو جيت سيمتريشي على واحد من القيم اللي موجوده بتاعت الفاريبل طلعت نيجاتيف نجلكتد ما تبصلوش. ولو طلع undefined زي الحاله دي ما تبصلوش. طيب انا طلعت الريشيوز. الريشيوز هنا بتلعب شرط الفيزابيلتي. شرط ان الحلول اللي جايه هتبقى فيزابل وانا واقف على نقطه فيزابل دي نقطه 0 0. عايز اروح على نقطه عايز اتنقل. بس عايز اتنقل على نقطه فيها كام كونديشن؟ تو كونديشنز. رقم واحد في اتجاه الاوبتيماليتي في اتجاه الزياده. رقم اثنين النقطه اللي هنقل واقف عندها تبقى النقطه دي فيزابل. شرط انها فيزابل انك تجيب مينيمم ريشيو هنا، القيمه الاقل هنا. في الحاله دي بختار الاقل والاقل ده بيبقى هو مين؟ الليفنج فاريبل بتاعي. يبقى اذا نستفسر ببساطه بنقل الارقام في الجدول ده رقم واحد. بعدين ابص على طول على الاوبجيكتيف فانكشن. ماكسيمم بوزيتيف فاليو ده الانترنج فاليو. وليه بعمل كده؟ ده الاوبتيماليتي كونديشن. حددت مين هيدخل. بعدين اخد الريشيو الفاليوز اقسمها على الكوفيشنز بتاعت الانترنج فاليو. طلعت الريشيوز. الاقل فيهم هو ده اللي ايه؟ هيخرج من الحل. هرجع بقى هنا برضو عشان الرقم يبقى واضح قدام عينيا اهو انا بعلم على الصف بتاعي. معاك ماركر معاك وات ايفر اديك علمت عليه بالشكل ده. بص العمود اللي بيدخل والصف اللي بيخرج ذير ده الخارج ده الداخل ذير انترسكشن ده مهم جدا. التقاطع بتاعهم هو ده الرقم اللي انا هنقله تحته لازم يبقى بكام؟ واحد. لغايه كده في اي مشكله مع حد؟ لو في اي حاجه قول لي اي حاجه. متابعني؟
مش عارف اصلا. ها؟ تمام؟ مليون في المية تمام؟ طيب حلو كده انا خلصت الفيرست ايتريشن. يبقى المحاولة الانيشيال ايه اللي استفدت منه؟ مين يدخل في الحل ومين يخرج من الحل؟ رتبت الجدول كويس جدا وهبدا اشتغل. محتاجك تركز جدا معلش. حاول تركز معايا قوي. انا هبدا خلاص دي خلاص خلصت. وانا كمان عارف ان في الايتريشن دي ان اكس 1 ب 0 اكس 2 ب 0 ان الزد بصفر وان اس 1 واس 2 واس 3 يساوي 24 26. انا هنزل على السكند ايتريشن. خلاص؟ استعد. عشان اعمل السكند ايتريشن يبقى اذا انا عندي رو بتاع الزد. خلي بالك الاسبوع اللي جاي انا قلت ان هيبقى فيه كويز اوكي على ده. انا هدي لك مساله وانت تحلها معايا او هتحلها واحنا قاعدين. فده مهم قوي انك هتعمل نفس الستبس دي في البيت. انا هنا اول حاجه ده الزد. بعدين هبدا انا عندي كام كونسترين او كام بيزك فاريبل؟ ثلاثه اهم. انا كده عملت الثيرد السكند ايتريشن تيبل جاهز فاضي. طبعا لو انت واخد بالك انا عندي هنا الزد اهي. بعدين اس 1 انا ما عملتش فيه حاجه. اس 3 ما فيش فيه مشاكل. هو مين اللي هيخرج من الحل؟ اس 2 ده. ومين هيدخل مكانه؟ اكس 2. اروح اكتبه بقى. يبقى اذا هاجي هنا اهو اروح كاتب انا دلوقتي مين اللي هيدخل الحل بتاعي؟ اكس 2. وانا هختار لون مختلف اكتب ايه بقى دلوقتي؟ بالذات الصفر. اتفضل. تاني؟ طيب احنا بعد ما خلصنا الاولانيه استفدنا ايه؟ مين هيليف الحل؟ ليه؟ لان ريلاتيف للمينيموم ريشيو اقل رقم بوزيتيف مينيموم بوزيتيف ريشيو. يبقى اذا انا لما لقيت دي 10 عرفت ان الاس 2 توليف ذا سولوشن وذن ذا نكست ايتريشن. اوكي؟ تمام. وطبعا عارف مين الانترنج فاريبل بتاعي؟ اكس 2. يعني اس 2 ويل بي ريبليسد باي اكس 2 ان ذا نكست ايتريشن. تمام؟ طبعا التيبل فاضي خلي بالك مهم قوي التيبل فاضي. بعدين بدات احط بقى زد اس 1 ده مش هغيره، اس 3 ده مش هيبقى ليفنج، مين الليفنج؟ اس 2. لذلك شلته من هنا. حطيت مكانه مين؟ الانترنج، مين الانترنج بتاعك؟ اكس 2. يبقى انا كده هبدا اشتغل اكس 2. خلي بالك بقى ركز جدا في اللي انا هقوله دلوقتي. لازم الانترسكشن بتاع اكس 2 الرو والاكس 2 الكولم يبقى الرقم اللي هنا ده بكام؟ 1 زي اللي فوق بالظبط. انا مش غير كده بس في مشكله ان الكوفيشنت اللي موجود هنا الرقم اللي هنا فوق بكام؟ ب 2. ازاي اخلي ال 2 تتنقل لتحت 1؟ ازاي اعمل الحركه دي؟ الفكره بسيطه جدا. الفكره جايه من الايكويشنز. دي ايكويشن انت شايفها؟ دي ايكويشن. هل الايكويشن دي لو انا ملتبلايت اول ذا اليمنتس او اول ذا تيرمز اوف ذيس ايكويشن باي كونستانت فاليو هيحصل لها تغيير؟ لا. لو انا جيت هنا خليت دي 2x1 4x2 2s2 هيساوي الكلام ده بيساوي 40 صح؟ لو if I want to ان انا to divide it on 2 لو حبيت اقسمها على 2 هتبقى شكلها عامل ازاي يا محمود؟ هيبقى 1 over 2 صح؟ بعدين 1 بعدين هيبقى هنا half بعدين ال 10 دي هتبقى ال 20 دي هتبقى بكام؟ ب 10. اهو ده اللي انا هعمله اعتمادا ان الفكره دي مظبوطه. هاجي بقى هنا اهو انا عايز انستد ال 2 دي يبقى عندي كام؟ عشان تجيب واحد عشان تعمل واحد تضرب الرو كله في الريسبروكال او الانفرس بتاع الفاليو. يعني ده لو 5 يبقى الرو ده كله ويل بي ملتبلايد باي 1 اوفر 5. طيب لو كان ده ب 7 يبقى هضرب كله 1 اوفر 7. هو المره دي ب 2 يبقى انا هضرب في كام؟ 1 اوفر 2 اللي هو ضعف. او اقدر اقولها بنفس المعنى باسلوب تاني. I will divide all the elements exist in this row by 2. اقسم على 2. طبعا دي حاجه واحده. اني اضرب في half او divide by كام؟ by 2. ولا حاجه. هختار ان انا to divide مثلا. يبقى انا element element ما انا هقسم الرو كله ازياد. بس هقسمهم الزيرو في اماكنه. فهعمل ايه؟ امسك element element.
كل ايلمنت لوحده. بص كده يا محمود، هبدأ اهو، بص صبعي ده على الصف القديم، ايدي على الصف الجديد. الاولد رو اهو صبعي اهو، والنكست او النيو هنا. 1 ديفايدد باي 2 يبقى ينزل تحت بكام؟ بهاف. انت 2 ديفايدد باي 2 يبقى النمبر بتاعها بقى بكام؟ 1. ها كونتينيو. 0 ديفايدد باي 2 يبقى الاجابه بكام؟ 0. 1 ديفايدد باي 2 ينزل 1 اوفر 2. 0 ديفايدد باي 2 اتس جونا بي 0. 20 ديفايدد باي 2 يبقى النمبر ده بتاعك بكام؟ لاحظ ان لازم النمبر ده يبقى زي النمبر الاثنين حاجه. طب كده في مشاكل؟ يبقى انا الفيرست ايتريشن حددت مين انترنج مين ليفنج. بعدين شلت الايفنج حطيت مكانه الانترنج. بعدين بصيت كويس جدا على الرو والكولم بتاع الانترنج فاريبل. لازم دير انترسكشن يبقى بكام؟ ب 1. ازاي بعمل واحد؟ بديفايد على الفاليو او ملتبلاي في الريسبروكال او بضرب في المقبول. اعتمادا انت بتريح ليه؟ واضحه؟ حلو جدا. احنا اتفقنا ان اي بيزك لازم بقيه الرو ام سوري لازم بقيه الكولم يبقى كله بكام؟ زيروس. علشان اخلي بقيه الباقي كلهم بزيروس هعمل بس ايه؟ ركز بقى قوي لان الحركه دي فيها كذا حاجه تعمل مع بعضها. ها شباب حضراتكم معايا؟ الناس اللي بتكتب ولا بتعمل ايه؟ ها؟ خلاص خلاص ركز بقى قوي معايا. شباب بص انا هعمل كذا حركه ومحتاج صوت محتاج نظرك معايا قوي. انا عندي هنا اس 1 هيبدا يتغير. طب ما تتغير. يبقى انا عيني على مين؟ على اس 1 اللي فوق. انا عايز فوق ال 1 ده اشوف هنا مين؟ زيرو. بس ما هو ال 1 ده اللي هو 2 فوقيها كام؟ يبقى ال 2 دي انا عايزها تتنقل هنا تبقى بكام؟ ازاي اعمل؟ الحركه سهله قوي. اضرب ال 1 ده اضرب الواحد ده في نفس الفاليو دي بس ويز نيجاتيف ساين. بعدين اقد ذيم توجذر اجمعهم على بعض. عيد تاني. انا هضرب ده البيفوت ده اللي انا بعمل فيه ملتبليكيشن. بعدين باخد الاليمنتس وادد على الاولد رو واكتب في الجديد. يبقى ركز قوي كده تاني. انا عايز مكان ال 2 دي اللي هي هنا قطع صبعي ده. عايز الرقم ده هنا يبقى بزيرو. اعمله ازاي؟ همسك ال 1 ال 1 ده اضربه في نفس الفاليو دي ملتبلاي باي ذا سيم فاليو بس ويز اوبزيت ساين. هو الرقم اللي انت عايزه يبقى بزيرو اصلا بكام؟ ب 2. تمام؟ هضرب ال 1 ده في نيجاتيف 2 عشان لما اقول نيجاتيف 2 بلس 2 تبقى الاجابه بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. طب الفكره دي جت منين؟ انا بقول لك ليه جت منين عشان ما تنساهاش. شباب لو انا خدت الايكويشن الايكويشن دي الليفت بيساوي الرايت صح؟ والايكويشن اللي فوق الليفت بيساوي مين؟ لو انا خدت الايكويشن دي وادد على الايكويشن اللي فوق هيطلع نيو ايكويشن وهي ده الليفت هاند سايد بيساوي الرايت مين؟ هاند سايد. دي الفكره اللي انا بلعب عليها دلوقتي. ان انا همسك ايكويشن اللي هي رول اضربه في كونستانت فاليو مش هيتغير. بعدين اخده واجمعه على الرول اللي فوقيه برضه مش هيتغير. يعني ايه مش هيتغير؟ هتبان الايكويشن كوركت. هيكون من الليفت هاند سايد بيساوي مين؟ رايت هاند سايد. تعالى بقى بالراحه كده تاني عيد تاني. انا عايز فوق الواحد ده هنا يبقى فيه مين؟ صفر. ازاي اجيب الزيرو ده؟ تاني هكرر. هو الرقم ده في الاولد ايتريشن بيساوي كام؟ هحط لك نقطه اهو عشان عينك ما تروحش بعيد. ال 2 انا عايز ال 2 دي تنزل تتكتب تحت بزيرو. هلعبها ازاي؟ بص يا زياد هضرب الواحد في نفس الفاليو دي بس ويز اوبزيت ساين في دماغي. الرقم اللي يطلع ادد على 2 واكتبه في المكان الجديد. حضرتك اسمك ايه؟ مارينا. مارينا. يلا معايا بقى كده واحده. بصي صبعي على القديم. اهو ده صبعي على القديم. ماشي؟ بعدين خلاص همسك ده I will multiply by the same number with opposite sign. يبقى it will be multiplied by negative 2. خلي بالك. هعمل multiplication هنا. واد على ده والريزلت اكتبه هنا. بس علشان ما ابداش من الوسط اللي بيحصل ده بيحصل على الرو كله ابدا من البدايه. الواحد فيه قبليه مين؟ ارجع بايدي كده اهو. ابدا اعمل مالتيبيكيشن بقى. انا هضرب في نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تايمز هاف
يديني كام؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 اي ويل اد ات اون 3 يبقى الريزلت اهي. كرري نيجاتيف 2 تايمز 1 بكام؟ بلس 2 الريزلت بكام؟ كرري نيجاتيف 2 تايمز 0 از جونا بي 0 بلس 1 يبقى الريزلت ب 1. كمان مره وانس مور نيجاتيف 2 تايمز هاف از جونا بي نيجاتيف 1 بلس 0 نيجاتيف 1. نيجاتيف 2 تايمز 0 0 بلس 0 از جونا بي 0. نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 تايمز 10 از جونا بي نيجاتيف 20. هادد على 24 يبقى اذا فاضل منها كام؟ هاكد اوعى انك تسبح تسرح في حته ثانيه. هاكد على نفس المعلومه نفس اللي انا عملته. مين النمبر اللي هنا؟ ده الصفر بتاع الزر. مين الرقم اللي هنا؟ فوق. مين الرقم اللي هنا؟ بص فوق. بقيت اهو. انا عايز ال8 ده اكتبه تحت الزيرو. انا عايز نفس الكلام بقى. اعمل ايه؟ اضرب ال1 ده في مين؟ ال1 ده يتضرب في مين؟ نيجاتيف 8. نفس النمبر بالظبط صح. هرجع بقى من البدايه، يبقى انا هضرب في مين يا محمود؟ نيجاتيف 8، ما تنساش. امسك القلم اهو وارجع من البدايه. نيجاتيف 8 تايمز هاف يدي لك نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 بلس 6 يبقى النيو فاليو بقت بكام؟ قررها تاني. نيجاتيف 8 بلس 8 بقت ب 0 اللي انت عايزه. نيجاتيف 8 في 0 ب 0 بلس 0 اتس جونا بي 0. نيجاتيف 8 تايمز هاف اتس جونا بي نيجاتيف 4. انا بجمعها على 0 يبقى الرقم ده اصبح بنيجاتيف كام؟ وانس مور. نيجاتيف 8 ب 0 بيساوي 0 بلس 0 اتس جونا بي 0. نيجاتيف 8 تايمز 10 اتس جونا بي نيجاتيف 80 بلس 0 خليها نيجاتيف 8. الصح ان الرقم ده اشيل النيجاتيف بتاعه بس انا هسيبه. انا فاهم ان انا هشيل النيجاتيف خلاص هسيبهولك عشان لما تيجي تعمل تكمل ما تتلخبطش. انا كده اصبح الواحد كل الارقام اللي فوقيه بقت بكام يا شباب؟ لازم اللي تحتيه كمان يبقى بزيروس. اما ابص على ال1 اللي هو هنا يا ترى الرقم اللي تحتيه زيرو هو بالصدفه بزيرو مش لازم ده يحصل. لو هنا بالصدفه قلت لها بكام؟ خلاص مش هعمل حاجه. هنقل الرو ده من البدايه 1 0 0 0